نشرة الأخبار. نشرة السابعة صباحا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها: وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في تحطم المروحية، والنائب الأول للرئيس محمد مخبر يتولى سدة الحكم في انتظار انتخاب رئيس جديد لإيران في خضون 50 يوما. هيئة الانتخابات تشرع اليوم في عملية تحيين السجل الانتخابي بالداخل والخارج بمقرات الهيئات الفرعية وعن بعد. اليوم انطلاق مرحلة العد القبلي للتعداد العام للسكان والسكنة. إلى تفاصيله. مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. أكد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر اليوم وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في تحطم مروحيتهم يوم أمس في محافظة أذربيجان الشرقية. ونعت وسائل أعلام إيرانية الاثنين الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق لهما بعيد أعلان السلطات العثور على المروحية التي كانت تقلهم غدا تعرضها لحادث في منطقة جبلية وعرة بشمال غرب البلاد وعدم رصد أي علامة حياة في الحطام. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن مجلس الحكومة يعقد اجتماعا عاجلا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية. وتنص المادة 131 من الدستور الإيراني على تولي نائب الرئيس الأول المنصب بتأكيد من المرشد الأعلى الذي له الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة. ويشغل حاليا محمد المخبر منصب نائب الرئيس الأول، وهو الذي سيتولى مهام الرئيس بالإنابة إثر الإعلان رسميا عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، وذلك بانتظار إجراء انتخابات رئاسية في غضون 50 يوما. ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال مدة أقصاها 50 يوما. في الشأن الفلسطيني، نفذت آلة الحرب الصهيونية في الساعات الأولى من فجر اليوم قصفا عنيفا على أنحاء متفرقة من قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة في وقت سابق انتشال 31 شهيدا و20 مصابا من منزل استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم النصيرات. وأفاد المستشفى الأهلي العربي المامداني باستشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة. وفي جنوب قطاع غزة أعلن جيش الاحتلال تكثيف عملياته في رفح، حيث يسر وزير أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تنفيذ هجوم بري واسع يعتبره ضروريا للقضاء على حركة حماس على حد تقديرها. على الصعيد الإنساني، حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن مياه الشرب نفذت من مستشفى العودة المحاصر بالدبابات في شمال قطاع غزة، ودعت إلى ضمان حماية مستشفى العودة والبنية التحتية الصحية. نذهب إلى الشأن الوطني، حيث تشرع المنظمة التونسية للتربية والأسرة بداية من اليوم في تقديم دروس دعم يومية مجانية تحت عنوان أهلا بكالوريا إلى غاية موفى الشهر الجاري ب 31 مؤسسة تربوية بمختلف ولايات الجمهورية. المنسق الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس محمد العذار. حصص دعم ومراجعة لأبنائنا تلاميذ البكالوريا في مختلف الشعاب وفي كل المواد يتواصل إلى غاية يوم 31 مايو، ويختتم في بعض الجهات بورشات للإعداد النفسي لأبنائنا تلاميذ البكالوريا. دور الأسرة والمؤسسات التربوية للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بمختلف معتمديات ولاية الجمهورية تحتضن هذه الدروس، ومتوجه بالدعوة إلى أبنائنا التلاميذ إلى متابعة هذه الدروس اللي باش تكون بشكل مجاني. التوقيت باش يكون من
4 ل 8 تعليم، عندنا الفضاءات وقاعات، عندنا مؤسسات تربويه قادره باش تستوعب كل الراغبين او المشاركين في هذه الايام. دعوه جاده لكل المربين اللي يستمعوا فينا توا، اذا كان يحبوا يلتحقوا بالمشاركه في هذا النشاط، كل ابنائنا التلاميذ انه احنا معكم على درب النجاح. يشار إلى أن الاختبارات التطبيقية لمواد أعلامية في امتحان البكالوريا أو البكالوريا في جميع الشعب ولكل المترشحين بالمؤسسات العمومية تجرى بداية من اليوم الاثنين لتتواصل إلى غاية 25 من الشهر الجاري. في خبر آخر، تنطلق اليوم الاثنين عملية تحيين السجل الانتخابي بمختلف مقرات الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الداخل والخارج. عضو هيئة الانتخابات نجلة العبروكي. تنطلق عملية تحيين السجل الانتخابي بالداخل وبالخارج بمقرات الهيئات الفرعية أو عن بعد عبر الموقع www.twensa.easy.in، ويمكن للناخبين التونسيين التثبت من مراكز الاقتراع عبر خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة تعريف دياز أو عن طريق مركز النداء 18-14 للتثبت من التسجيل متاعهم في انتظار تطبيقة الهاتف الجوال، وهي خدمة رقمية. هذه حاجة جديدة إن شاء الله تبدأ في الأيام القادمة، تتضعها الهيئة على ذمة الناخبين التونسيين للتسجيل للتحيين. كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالاقتراع تتضع الهيئة على ذمة الناخبين التونسيين، خريطة مقرات الاقتراع، وهذه الخدمة لتقريب الناخبين من مراكز الاقتراع حسب عنوانهم الفعلي. وفي خبر متصل، نشرت هيئة الانتخابات على موقعها الرسمي وصفحتها بموقع فيسبوك جدولا يضم قائمة البلدان التي تستقر بها الجاليات التونسية ومقرات البعثات الدبلوماسية المعنية التي يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج التوجه إليها لإتمام عمليات تحيين السجل الانتخابي. تنطلق اليوم الاثنين مرحلة العد القبلي ثاني مراحل التعداد العام للسكان والسكنة لسنة 24 و2000. المدير الفني للتعداد عبد القادر التلحاوي يتحدث عن أبرز مراحل التعداد العام للسكان والسكنة. التعداد العام للسكان والسكنة ينقسم إذا خمس مراحل: المرحلة التمهيدية ومرحلة العد القبلي، تليها مرحلة العد الفعلي اللي بيكون بين شهري نوفمبر وديسمبر 2024. بعد عنا مرحلة العد البعدي اللي يتم فيه تأكد من مدى دقة وسلامة البيانات المجمعة في شهري نوفمبر ديسمبر. بعد ما نتأكدوا من سلامة الإجراءات الكل والبيانات اللي تم تجميعها، يتم معالجة ونشر البيانات اللي بيكون المرة هذه إن شاء الله في فترة قصيرة ما تفوتش 4-5 شهور مقارنة بالمنهجية السابقة اللي العامين وثلاث سنين باش نوصلوا نتحصلوا على نتائج دقيقة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى. في المرحلة الأولى باش يتم الاستعانة ب 950 ناظر موزعين على كامل تراب الجمهورية، يتواصل عملهم من شهر ماي إلى غاية نهاية شهر ديسمبر، لكن في الفترة العد الفعلي باش نستحقوا أكثر من هذا عدد كبير، يمكن في حدود 6300 عون باحث ميداني نتعاقد معهم لمدة شهرين متاع العد الفعلي بين نوفمبر وديسمبر 24. في نشرتنا أيضا، تنظم اليوم الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة المعتمد بجنيف بتاريخ 6 ديسمبر 2005. ويتعلق البروتوكول بإدراج تحويرات على نظام الرخص الإجبارية لهذه الاتفاقية التي تلغي بعض القيود على استعمالها بهدف تحسين الصحة العامة. اعتبر الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي أن استراتيجية الدولة في التصدي للهجرة غير النظامية هي مقاربة شاملة وكاملة، مبينا أن من بين التحديات الكبرى القيام بأعمال استباقية قصد التصدي لهذه التظاهرة وأحباطها قبل الوصول إلى البحر. وأعلن أحباط 756 محاولة اجتياز للحدود خلسة منذ بداية السنة
الحالية إلى موفى شهر أبريل الماضي بمنع وصول أكثر من 21 ألف مجتاز من جنسيات مختلفة، مؤكدا تدني نسبة المجتازين من محاملي الجنسية التونسية الذين لم تتجاوز نسبتهم 5%. وأضاف جبالي أنه تم خلال الفترة ذاتها الإطاحة بعشرات المنظمين والوسطاء وتفكيك 35 شبكة تنشط في الاتجار بالبشر. في الشأن الثقافي، حصد الفيلم التونسي بنة ألفة للمخرجة كوثر بن هنية 3 جوائز ضمن الدورة 8 لجوائز النقاد للأفلام العربية التي ينظمها المركز العربي للسينما على هامش الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي. وتمثلت هذه الجوائز في جائزة أحسن إخراج وجائزة أحسن مونتاج وجائزة أحسن فيلم وثائقي، كما تحصل الموسيقار التونسي أمين حفا على جائزة أحسن موسيقى عن الفيلم السعودي هجان لأبو بكر شوقي. إلى هنا مستمعينا متابعينا الكرام، نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجز لكم في عناويننا. وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في تحطم المروحية. والنائب الأول للرئيس محمد مخبر يتولى سدة الحكم في انتظار انتخاب رئيس جديد لإيران في غضون 50 يوما. هيئة الانتخابات تشرع اليوم في عملية تحيين السجل الانتخابي بالداخل والخارج بمقرات الهيئات الفرعية وعن بعد. واليوم انطلاق مرحلة العد القبلي للتعداد العام للسكان والسكنة. إلى اللقاء مع أجمل تحيات كوثر عرقوبي.